نستحقوها كنادي كبير في الأهلي، غادي نحتل واقفين على نستحقوها كنادي كبير في الأهلي، غادي نحتل واقفين على كل صغيرة وكبيرة، حتى الملعب اللي عطانا التدريب من أحسن أحسن مشهد، على عكس الملعب اللي دربنا عليه هناك في يعني في نادي الأهلي. فهذا من حفاوه استقبال ديال المغاربه. فتظهر لي بانه يعني الرزمنه ديال المباريات اللي لعبناها قبل المباراه، حنا لعبنا جوج مباريات ديال الكاس 120 دقيقه في 120 دقيقه، على عكس هذا الاسبوع اللي الحمد لله لعبنا مباراه، عندنا اسبوع واللاعبين في تمام جاهزية احسن من المباراه ديال الذهاب، وهذا له تاثير اكيد بانه في ظل يعني الايقاع اللي كان عالي جدا ديال المباراه والضغط كذلك ديال الفرق، هذه اكيد بان اللاعبين اكيد يكون بالنسبه لهم صاروا حتى تشنج عضلي بسيط، وخصوصا اللاعبين اللي في مراكز حساسه ومراكز مهمه، يعني تيشتغلوا في السراء والضراء، يعني في الهجوم وفي الدفاع، في الهجوم والدفاع، فشيء عادي. الى اتخذ واحد المنظور في انه في تضييع الوقت، فهذا ماشي من شيم ماشي من القيم ديال فريق الرجاء البيضاء. وانا كنشاطر راي عميد الفريق، شكون اللي تقلقنا حنا فاش خرجنا من المباراه؟ لان راه بدينا مزيان في لحظه المباراه، بدينا مزيان، راه بالعكس حنا ضغطنا، علما بانه حتى درنا بريسينغ هو، وكان المفروض الاهلي ما ديروش في بدايه المباراه، كان المفروض تقول لك ايه، ولكن درناه في الوقت اللي جات دقه ثلاثه هكاك اضطر، وهنا هذه النرفزه اللي صعيبه، حنا ما خصناش نتعرض داك البير، هذا الفخ، وانا كنشاطر محسن بالرغم من حيت كنا كنقولوا يهضر مع الحكم، ولكن في الوقت الحكم كيتسناني على سبب باش يمكن يعطي ورقه اصفر، اكيد بان الذهب الجميع ما كانش خصو ياخذ ورقه اصفر، ولكن هذا كذلك ناخذوا منه دروس باش ما نبقاوش تاثروا بالقرارات ديال الحكم، كانت ايجابيه او سلبيه ما تاثروش بها، نبقاو مركزين على اللعب ديالنا. فاكيد بانه هناك هيئات، حنا درنا اللي علينا، فريق الرجاء دار اللي عليه، كتب الكاف باش تاخذ حق الجزائر، ولكن شنو ربحنا حنا في اخر المطاف؟ ما ربحنا والو، لان المباراه جات. كتبقى مساله اللي بالنسبه لنا جد مهمه، هي اللي غناخذ منها دروس باش المره الجايه واخا يوقع اي خطا ديال الحكم، حنا نبقاو مركزين على المباراه ديالنا، نخليو الناس المسؤولين في كل مجال ديالو يدير الخدمه ديالو. الرساله ديالي اللي كانت للدراري، هذاك الشيء كيخصني انا وكيخصهم اول حاجه. ثاني حاجه، اي لاعب يتحط في المستوى اللي تحط فيه الهبط يقدر يضيع، كاين اللي حدا الضغوط قال هذه هي سنه الحياه، ما كتبش علينا الماركي وما كتبش علينا ربي، كاتب شي حاجه كاتبها. الدراري ديال الرجاء عندهم مستقبل، والحمد لله انا لقينا مدرب اللي كيهتم بهم وعطى الفرصه بزاف اللعابه، وكاينين المواهب اللي جايين خاصنا غير نصبروا عليهم شويه، كتعرفوا الضغط ديال الجمهور والضغط ديال المكتب، الرجاء خاصها اللاعب يكون واجد، لا الرجاء كتطلع ولا تفرقتها باش يكونوا في المستقبل كيكونوا احسن، كيكونوا غاديين على ديك الوتيره ولا ديك المسيره اللي خدينا حنا ملي كنا صغار. الدراري اللي كاينين دابا كلهم يستاهلوا يكونوا في الرجاء، حيت ضربوا تماره، حيت ضحاو بزاف د الحوايج، اللي ما لا تعطاو الفرصه ديالهم ويشدوا المشعل ويزيدوا بالفرقه قدام ان شاء الله. حنا حاسين بالجمهور، حاسين بالتمارة اللي ضربوا، حنا بسميتي وسميت اللعبه اننا غادي نديروا جهدنا واكثر باش نهديوهم هذا الفوز هذا، ونخليهم نخلي التمارة اللي ضربوا تكون فرحات عليهم في هذا المدرسه ان شاء الله. تيضربني مني جيت على مدريد واحد شهر ونص دابا انا في الرجاء، كما تقول المباراه يبدو في الدخول، اكيد بان سي دي كاع ولا دي بتيت باتاي، وفي لي باتاي كيكونوا دي سيكل كتخلي مخلفات هو الاصابات، اول اصابه واللي ناقصه واللي افتقدنا كثير هو ديال زكريا وردي، نتمنوا له يعود هذا الشيء، ولكن الحمد لله كاين فهاد المباراه كذلك خدنا مخلفات، اخر مباراه فقاس لينا اللاعب عرجون يعني في مباراة سطيف في القدم ديالو، غير البارح درنا سكانير هو ما بين والو، ولكن تيبقى دائما اللي ما كيكونش الواحد هو موجود 100%، ولكن كما تيقولوا لا ميو بور كونسي جوسكا بريزون جوسكا بروف دي كونتار، مازال التشكيلة الأساسية اللي غتلعب لأن مازال حصة ما معروفاش، باش يمكن لنا يعني نقدروا نصرحوا مباشرة شكون اللي غيكون غايب شكون اللي غيكون شغيل. كما قلتي أن اللعبة كيدوزو واحد الجو مزيان الحمد لله، عارفين المسؤولية اللي علينا، عارفين
كانت قبيله دوزنا واحد المباراه اللي ما كانتش تستاهلش القيمه ديالنا ولا السميه ديال الرجاء، حيت كنا ما كناش موجودين في العربيه تاع الرابط. للروتور ديال الشامبيونز ليغ حضره اخرى وماتش اخر، وكيتلعبوا على جزئيه صغيوري، وما يمكنش لي غنعطي كل شيء، حيت كاين الموتيفاسيون ديالي وديال المدربه ولا ديالي بوحدي في السير كتكون بوحدها، اولا ما كندير رينيو مع صحابي راه كتكون بوحدها، هادشي ما خصنيش نخرجو حيت يكون ديالنا بوحدنا. مي كيفاش كنتفاعل مع الاربيط؟ حيت الاربيط ملي كيصفر لك هذاك بيناتي بحال هكا راه ما عندك ما تقول اش غدير، اش غنمشي نقول لي حيدو ما يمكنش، صافي راه صفر اللي عطا الله عطا، ما نقدرش ندير حتى شي حاجه. ورغم ذلك كنسمع الغوات في البونتوش، سير دوي معاه سير دوي معاه، الاربيط صفر ما عندي ما ندير، الا نقدر نحيد الكره ونحيد بيناتي مرحبا، مي ما نقدرش. مي حنا عارفين تابعنا ماتش كبير ماشي ماتش سهل، فريق الاهلي فريق كبير، من الرجاء هي كبيره، اللعابه ديالها والجمهور ديالها والصف ديالها والمكتب ديالها، غادي نحاول غادي نديرو المستحيل، وغادي الا بغينا نربحو خصنا نجريو اكثر منهم، خصنا نضاربو اكثر منهم، خصنا نديرو المجهود بزاف مضاعف باش نديو هاد الماتش هذا ان شاء الله. اللعابه كاملين عارفين الضغط وعارفين المسؤوليه اللي عليهم وحاسين بالمسؤوليه، الحمد لله غيكون الخير ان شاء الله. هناك ملي كنبغي يعني نجمع المعطيات على فريق الاهلي كنعتمد على عده معطيات، اكيد غناخذ بعين الاعتبار مباراه السيدات، ولكن غناخذ المردود ديال فريق الاهلي في المباراه الاخيره، والمردود ديال مباراه الاهلي كذلك في ربع النهائي، سواء في صن داونز اللي لعبوا ربع النهائي، سواء في الترجي، وهذو كله معطيات، واخر ما غناخذ كمعطى هو اخر مباراه ديالنا اللي لعبناها غير نهار السبت، احسن شيء بالنسبه لي. اكيد بان ما نغيروش فيها شيء الكثير، ولكن انا اللي دائما الح عليه وسي محسن اكدها بانه حنا اللي خصنا نهرب من نهار اكثر اللي كنا فيه في المباراه السابقه، حيت الا درنا بمستوانا ان شاء الله يكون خير. كنذكر فقط انه انا باش ما نضرب سؤال ونقول نفس السياق ونكمل غير جمله، ما خصش يكون ليكسي، ما خصش يكون ليكسي ديال ديك لا موتيفاسيون، ليكسي ديال كل حاجه، خص الواحد كما قلنا حنا نبقاو ثابتين في الارض. مازال باش يمكن هذا ما نكونوش اكسيد بوكو دو كونفيونس بوكو دو اي حاجه اللي فيها اذا شيء اذا السيد الشيء اللي دازا على حده انقلب الى ضده. شكرا. انا دائما بالرغم من التجربه بالرغم من السن ديالي بالرغم من كل شيء، ولكن دائما كنستافد ودائما ابحث على ما هو جديد، حتى في الحوار كذلك حتى مع اللاعبين، لانه يوجد في البحر ولا يوجد في البحر، فهذا شيء جد مهم بالنسبه لي. اكثر من هذا بانه انا ما نقلش من القيمه ديال فريق ستيف، عنده تاريخ كل شيء، ولكن هذا الرجاء الرجاء في تاريخه كبير، المكونات ديالو ولا قارنا غير اللاعبين حاليا كنظن بانه بغض النظر بانه يعني انا ركبت على فريق اللي ما درتش الانتدابات فيه، يعني ركبت على فريق، ولكن انا كلي ثقه وايمان في اللاعبين اللي كاينين، لانه اكيد ان شاء الله بانه الفريق ديال الرجاء ضد الاهلي ماشي هو ماشي ديال الصيف مع هذا، لانه كل مباراه ما كتشبه الاخرى. وانا بالنسبه لي كذلك رشيد التوصيل 2018 اكيد ماشي هو رشيد التوصيل ديال 2022. هذه المباراه ديال الحجم وعندها طابع دولي، هذه مباراه دوليه، ويكفيك بانه فريق الاهلي اللي غيلعبوا ضده تقريبا كل العناصر ديالو لاعبين دوليين، فهذا ولكن اظن بانه كما سبق ذكر عميد الفريق السي محسن متولي، بانه ملي كتكون عندك يعني البساله والقتاليه ديال اللاعبين اللي برهنوا عليها في المباراه الاولى، بالرغم كان هناك اطوار فعل خصوصا الشوط الاول كنا نسجلوا الهدف الاول سيئه، او ما كناش يعني داخلين في المباراه بشكل هذا، وهذا داعي للنرفزه في ظل بان في الشوط 21 دقيقه يمكن تحكمنا في اطوار المباراه حتى الهدودي حتى الورقه الحمراء، ولكن في ظل بانه التخطيط لهذه المباراه بالبلان دو جو ديال المباراه ديال الذهاب ماشي هو ديال الاياب، حنا في الميدان ديالنا، حنا عندنا يعني هدف خارج الميدان، ولكن هذا ماشي 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 وحده غادي يكون اكيد بان غادي نكون 160 رويات سيناريوهات من ناحيه الشاكله والتشكيله، ومن ناحيه كذلك حتى
حتى اطوار المباراه لو تشجعنا في الاول او تشجعنا في الاول فهذو كل الامور غادي يحطوا فيها. واكيد اللي كتكون عندي سنوات كتكثر واحد العنصر جد مهم داخل الفريق. اول شيء بانه اللاعب يكون منسجمين في جميع الخطوط اول شيء، وثاني شيء في التوازن، خص التوازن ما يكونش الواحد يعني غادي يهاجم يعني بالجهاله كما تنبغيو ويهاجم هكا بواحد العشوائيه. اكيد بانك انت كتهاجم ولكن في نفس الوقت راك محطاط باش ما يتسجلش هدف، وهذا داخل يعني في 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 اطوار ديال المباراه او في ما يسمى حاليا كره القدم الحديثه في التحولات دوك لي ترانزيسيون اللي كيداروا من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع. اظن بان هذوك كل السيناريوهات اكيد كمدرب هذا. واخر خبر لان قبل ما نديروا الندوه الصحفيه كان هناك اجتماع تقني ما بين الفريقين وتقال بانه غندوز مباشره لضربه الجزاء، ما كاينش تجربه اضافيه، وهذا معطى بالنسبه لي جديد. اكيد بانه عندي حصه اليوم وغادي ودربت عليها في السابق، لانه حتى المباراه ديال الكاس اللي كنا جرينا في السابق مع رجاء البلاد مرناها ضربه الجزاء. اكيد بانه اليوم عندنا حصه كذلك المساء، اكيد في يعني في الطبقه غادي يكونوا ديال الحصه غيكون ضربه الجزاء. كما قال السي رشيد طاوسي ان المباراه ما كانتش سهله، المباراه كانت صعيبه علينا، حنا عارفين حجم المسؤوليه اللي علينا. غادي كنقول اول مباراه ما لعبناش مزيان، ما كناش حاضرين. أسوأ مباراه كنا دوزنا في هذه السنه هذه، وانا كنعترف بها. وكنشكر اللاعبين على الروح القتاليه ديالهم اللي حاولوا يرجعوا في المباراه. انا ما سوقيش في داكشي ديال الاربيطه شنو دار شنو ما دارش، حيت داكشي ما دخلش في خدمتي. انا خدمتي هو تيران والداخل، عارفين المسؤوليه اللي علينا وعارفين الضغط اللي علينا. الحمد لله اننا ناخذ المقابله بجديه وبتركيز عالي وبحضور الجمهور ديالنا الكبير. غادي نحاولوا نهدير اليوم هذا الانتصار هذا باش نكونوا في نصف النهائي ان شاء الله. رمضان مبارك كريم بالنسبه للاخوه الصحفيين، واكيد بان ملي كتشوف المؤتمر الصحفي زاد الحجز من الان كتدخل في الاطوار ديال المباراه وكتزيد كتحل نسخه راسك. فاظن بان وقتنا واحد الشوط الاول كان صعب كما شفتوا. كل يعني الاطوار ديال المباراه بحيث كانت هناك يعني فيها بعض المطبات، ولكن الحمد لله رجعنا في الشوط الاول من المباراه بنتيجه نقدروا نحسبوها بانه الهدف اللي سجلنا ثمين جدا، ولكن يجب استثماره. فالان الشوط الثاني اكيد بان الوقت تحضير المباراه كوقت هو قليل، ولكن كاين هناك امور تقنيه دقيقه اللي وقفنا عليها، سواء من ناحيه ديال التنشيط الدفاعي والتنشيط الهجومي. وفي نفس الوقت عارفين بانه غادي يكون واحد المسانده قويه من طرف الجمهور ديالنا ومن طرف كل المغاربه، الجمهور الرجوي اولا من كل المغاربه. واظن بانه هذا عامل غادي نحاول يعني نعتمدوا عليه كذلك باش يمكن يعني هذا الشوط الثاني يعني نضمنوا يعني المرور للنصف النهائي. كما ذكرني عامل الفريق غير هذه اليومين بانه 18 سنه فريق رجاء ما لعبش نصف النهائي، فاظن هذا في حد ذاته حافز. ولكن هادشي كله خصو يبدا يعني بواحد الصبر، خصنا نتحلوا بواحد الصبر، خصنا نتحلوا بواحد المعنويات مرتفعه بالنسبه للاعبين. وفي نفس الوقت خصنا نعرفوا نركزوا اكثر، لان التركيز له دور مهم في هذه المباريات في هذا الحجم، لان هذا المستوى العالي هذا الشامبيونز ليغ كما كتبتوا بها كانت في الشامبيونز ليغ ماشي سهل. ولكن فريق الرجاء ان شاء الله نتمنى يكون في الحدث باش نحققوا ان شاء الله التأهل ونرضيو كل الجمهور المغربي وجمهور الرجاء.